معي من عمان المهندس مروان الفعوري، أمين عام المنتدى العالمي للوسطية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد مروان. إذا ما تحدثنا عن أبرز مخرجات المؤتمر هذه وإيجابية ما خرج به المؤتمر، تتحدثون عنها مباشرة أم تنتظرون أي تغييرات وانعكاسات لهذا المؤتمر بعد فترة؟ ألو، نعم سيد مروان. ألو، شكرا لك. أولا هذا المؤتمر يأتي في وقت حرج ووقت حساس. العالم كله أصبح يميز المسلمون عن بقية العالم، وكأنه يربط الإرهاب بالعالم الإسلامي والإسلام، وهذا بحد ذاته أمر في غاية الخطورة. لم نرى في عبر التاريخ عندما قامت الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، أن قلنا يعني الحرب الإرهاب المسيحي، وعندما قام هتلر بما قام به من جرائم وموسوليني وغيرهم، لم نقل أن هتلر المسيحي. ولذلك نحن الآن ننتفض في العالم الإسلامي من الإدانة الظالمة للإسلام بالإرهاب، لأننا كلنا ضد هذا الإرهاب. والعالم الإسلامي الآن بدأ يدفع ثمن وفاتورة هذا الاتهام، حتى من قبل ليس على صورة احتلال فقط، وإنما حتى القليات الإسلامية والجاليات الإسلامية التي في الغرب بدأت تعاني من التمييز والتهميش. ولذلك نحن نضع خارطة عبر هذا المؤتمر في الجلسات العلمية والعملية التي عقدت عبر يعني على امتداد يومين، خارطة الطريق للخروج من هذا المأزق الحرج الذي يمر به العالم الإسلامي، والذي سيؤدي إلى تمزيق العالم الإسلامي وتشتيته وتفتيته. وسيوجه هذا المؤتمر الحقيقة رسائل عدة باتجاهات كثيرة. أولا الرسالة باتجاه العالم الآخر، نعم، الغرب والشرق، نعم، أن العالم الإسلامي بريء من هذا التطرف، وأنه يسعى إلى بناء حضارة إنسانية واحدة مشتركة. ورسالة إلى القادة العرب أيضا، أن تكون أولويتهم القادمة في مؤتمر عمان الذي سيعقد في 23، أولويتهم تخفيف حدة الصراع والتوتر بين الدول العربية والإسلامية، نعم، وتبريد هذه الصراعات. طيب، الجارية المسلم نفسه إلى أي درجة هو أيضا من ضمن الأهداف التي أردتم أن توصلوا رسالة له؟ يعني له دور أيضا بكيف يتصرف، إعطاء صورة بالحقيقية عن المسلمين، وانطلاقا من هنا أيضا دروس أو رسائل توجهونها لمراقبة ما يحدث بالمنابر الدينية. نعم، بالتأكيد يعني أحد المحاور الرئيسية اللي هي ضرورة عمل مراجعات شاملة في مناهج التربية والتعليم ومناهج وبرامج الحركات الإسلامية التي تتصدى لمهمة التوجيه والتأثير والتغيير، وإعلان واضح برفض ما يعني أي أساليب تؤدي إلى العنف داخل المجتمعات العربية والمجتمعات الإسلامية، والدفع باتجاه المصالحات الشاملة بين مكونات الأمة، سواء كانت مكونات مذهبية أو مكونات سياسية أو حزبية. يعني حتى الخطب الدينية والمناهج التدريسية أوليتموها اهتماما بهذا المؤتمر؟ بكل تأكيد، لأن هذه هي الأدوات والوسائل العملية، نعم، المباشرة. يعطيكم ألف عافية، شكرا جزيلا لك من عمان. اعذرني، انتهى وقتنا. المهندس مروان الفاعوري، أمين عام المنتدى العالمي للوسطية.